دبل جيم ويك الاسبوع ده على الضيق ومهمه سهله نسبيا للفرق الكبيره. ده ملخص حلقتنا النهارده في تريبل كابت. عندنا الاسبوع ده دبل جيم ويك لفرقتين بيقدموا موسم مميز جدا على مدار الدوري. الفرقتين هما برايتون ونيوكاسل. الفرقتين هيلعبوا بعض بالاضافه الى ان برايتون هيلاعب ارسنال ونيوكاسل هيلاعب ليدز يونايتد. ومع مفاجاه الاسبوع اللي فات بفوز ايفرتون 5 قدام برايتون هيخلي ماتش برايتون وارسنال ماتش عليه العين، لان الفرقتين ما عندهمش اي فرصه ان هم يخسروا اي نقطه في الموسم ده. ومفاجاه ايفرتون الاسبوع اللي فات وفوزهم على برايتون بخماسيه خلى ماتش برايتون وارسنال عليه العين من كل الناس، لان الفرقتين ما عندهمش اي فرصه ان هم يخسروا اي نقطه خلال الفتره اللي جايه. فبالتالي ماتش هيبقى صعب جدا على الفرقتين، بس هيبقى ماتش نوعا ما مفتوح شويه، لان الفرقتين يهمهم ياخدوا الثلاث نقط مش يتعادلوا او حتى فرقه منهم تخسر. فبالتالي لو هتعتمد على حد من الفرقتين لازم 100% تعتمد على خط هجوم ارسنال او خط هجوم برايتون. اما الناحيه الثانيه عند نيوكاسل ففي كذا لاعب ممكن ان احنا نشتريهم، اكيد تريبيير عند كل الناس، لكن ايزاك وخوالينتون اتنين لعيبه مميزين جدا في خط هجوم نيوكاسل، والاتنين عندهم دبل جيم ويك ممكن تستفيد بيهم في تشكيلتك. بالتحديد ايزاك اللي بيقدم موسم كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت دي وبيسجل وبيصنع اهداف كتير قوي كل جوله. لو عايز تختار حد للكابتنه من برايتون او نيوكاسل بما ان هم عندهم الدبل جيم ويك، انصحك انك تختار حد من نيوكاسل، لان الماتشين بتوع برايتون نوعا ما صعبين شويه وممكن ما يبقاش فيهم نقط كتير. بس لو عندك حد من برايتون اكيد كده كده لازم تخليه وتعتمد عليه، لكن لو هتشتري حد ما انصحكش انك تشتري اكتر من لاعب. في افكار كتيره ممكن تعملها، زي ان انت ممكن تشتري 3 لعيبه من برايتون و3 لعيبه من نيوكاسل وتعمل الفري هيت، او يبقى عندك البنش بوست وتعتمد عليه. بس زي ما قلت لك ماتشين برايتون صعبين شويه فانت ما تتوقعش منهم كتير. بس لو معاك خاصيه من الاثنين استنى شويه لحد الدبل بتاع السيتي، لانه هيبقى دبل مهم جدا. وعلى ذكر مانشستر سيتي فالسيتي عنده ماتش مهم جدا قدام ايفرتون، ماتش برده مفيش فرصه ان هو يخسر فيه اي نقطه. وصعوبه الماتش ده مش في ان هو هيواجه ايفرتون، لا ده عشان خاطر هو ما بين ماتشين ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. التوقع الاكبر ان جوارديولا هيريح كام لاعب من تشكيلته الاساسيه في ماتش ايفرتون، فعشان كده فرصه محرز وفودن كبيره جدا في المشاركه في المباراه دي. وكمان الفاريز هيبقى ورقه مهمه جدا سواء اساسي او احتياطي، لان هو حتى لو نزل احتياطي هينزل يلعب شوط كامل او حتى نص ساعه، ففرصته كبيره جدا ان هو يسجل. انصحك انك تشتري الفاريز او فودن او محرز وترسك بالذات على الفاريز، لانه هيبقى ورقه مهمه جدا لجوارديولا الجوله دي. وعندنا ماتش كريستال بالاس وبورنموث، ماتش هيكون مفتوح نوعا ما. اوليس وزاها لعيبه كريستال بالاس لعيبه متالقه جدا خلال اخر كام جوله، اي نعم النقط بتاعتهم ما كانتش كتيره ولكن دايما بيبقوا هم مصدر الخطوره الوحيد لكريستال بالاس. اما مانشستر يونايتد فعنده ماتش سهل جدا قدام ولفرهامبتون، وماتش مهم برضه لان مانشستر يونايتد ما عندوش اي فرصه ان هو يخسر اي نقطه خلال الكام جوله اللي جايين، عشان زي ما احنا عارفين اليونايتد بينافس على المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال اوروبا. راشفورد وبرونو فرنانديز لعيبه لازم يكونوا موجودين عندك في التشكيله خصوصا من مانشستر يونايتد، لان اليونايتد زي ما قلت لك الجولات اللي جايه هيبقى لازم يكسب ولازم يسجل اهداف ولازم يحافظ كمان على نظافه شباكه. عشان كده لوك شو او مالاسيا او حتى دالوت لعيبه لازم يكون واحد منهم على الاقل موجود عندك في تشكيلتك، عشان خاطر الفتره اللي جايه اليونايتد المفروض يكون بيلعب باحسن مستوى عنده. عندنا ماتش قمه ما بين استون فيلا وتوتنهام، ماتش هيبقى مفتوح وفيه اهداف كتيره جدا وهيكون فيه عدد نقط كبير قوي، خصوصا ان عدد اللعيبه المتالقه في الفرقتين الموسم ده كتيره جدا، زي واتكنز وبوينديا وكونزا ومينجز من استون فيلا وهاري كين وبروزوفيتش من توتنهام. ولكن الفتره اللي فاتت اللاعب المتالق عند توتنهام هو اللاعب الاسباني بيدرو بورو. الظهير الايمن الجديد لتوتنهام بيقدم موسم كويس جدا من ساعه ما جه في الانتقالات الشتويه، وبيسجل او بيصنع اهداف في جوله اه وجوله لا على حسب ما بيلعب، وكمان محاولاته على المرمى كتيره جدا سواء بتصويبات او بعرضيات او بينيات في ال 18. ومع تالق هاري كين فمتوقع جدا ان بيدرو بورو مع هاري كين يعملوا ثنائيه الفتره اللي جايه كويسه جدا، بالاضافه طبعا لبيرزيتش اللاعب اللي بيسجل موسم كويس جدا مع توتنهام كموسم اول ليه في البريمير ليج. عندنا ليفربول في صراع المؤهل لدوري ابطال اوروبا في الدوري الانجليزي هيلاعب ليستر سيتي المترنح تماما خلال الكام جوله اللي فاتوا. اما ليفربول في منافسته على مقعد مؤهل لدوري ابطال اوروبا عنده فرصه كويسه جدا قدام ليستر سيتي للفوز بالمباراه دي، لان ليستر سيتي بيقدم موسم سيء جدا خصوصا الفتره الاخيره. لو عندك صلاح فرصه كويسه جدا انك تكابتنه، ولو ما عندكش صلاح فحاول انك تشتريه لان فرصته هتبقى قويه جدا للتسجيل في المباراه دي تحديدا، بالاضافه طبعا للعيبه زي جاكبو ويوتا لعيبه مهمه جدا في خط هجوم ليفربول لازم يكونوا عندك.
وزي ما قلنا الحلقه اللي فاتت فارنولد وروبرتسون رجعوا لمستواهم خلال الفتره دي، فلازم يكون واحد فيهم معاك لان هم بيصنعوا فرص كتيره جدا وبيشاركوا في هجمات ليفربول بشكل فعال قوي. اما عن خيارات الكابتنه فانا شايف ان فرصه كابتنه ايزاك مهاجم نيوكاسل هتبقى فرصه كويسه جدا، خصوصا ان هو عنده دبل جيم ويك والماتشين نوعا ما سهلين شويه، فممكن يسجل فيهم هدف او هدفين بالكتير قوي، ويمكن يسجل اكتر محدش عارف، بس فرصه نيوكاسل في الصعود لدوري ابطال اوروبا زايده جدا ولازم يحافظوا عليها لاخر الموسم، فبالتالي هيحاولوا يحافظوا على مستواهم لحد اخر الموسم. وكمان شايف ان فرصه كابتنه هاري كين هتبقى مربوحه جدا، خصوصا ان هاري كين متالق قوي الفتره اللي فاتت، وتقريبا توتنهام قايم عليه هو بس في الموسم ده، وبعد غياب جولتين عن التسجيل فشايف ان الثالثه ثابته بالنسبه لراشفورد، وممكن تكابتنه وترسك عليه في مباراه ولفرهامبتون. لو عايز كام لعيب ديفرنشال كده في تشكيلتك يفرقوا عن كل اللي حواليك في النقط، فانصحك انك تشوف بوين لاعب وستهام. وستهام هتلاعب برنتفورد مباراة 50-50 بالنسبة للفرقتين، واعتقد ان بوين هيكون واحد من اهم الاسلحة لوستهام. عندك ويليان وميتروفيتش لعيبة فولهام هيلعبوا ساوثهامبتون اللي بينافس على الهبوط، مباراة ما بين الفرقتين دي هتبقى قوية جدا، وممكن ويليان او ميتروفيتش يسجلوا هدف او هدفين خلال اللقاء ده، خصوصا ان دفاع ساوثهامبتون مش احسن حاجة وممكن فولهام يستغل الفرصة دي لصالحه. كمان ميتروفيتش بقاله فترة بعيدة عن التألق وعن التسجيل، فشايف ان الماتش ده هيبقى فرصة ليه كبيرة جدا ان هو يرجع تاني لمستواه الطبيعي. وما تنساش تشترك في الليج الخاص بتريبل كابتن، الكود بتاعها هيظهر على الشاشة تحت. اما الاول على الجوله دي فهو سيد ممدوح ب 62 نقطه، ولسه زي ما هو محمود غنيم الاول على الليج بشكل عام ب 2343 نقطه.